شكرا لمعلقنا المتميز والممتع الكابتن محمد عفيفي. بسبعة أهداف مقابل هدف تنتهي المباراة الودية بين الأهلي وسمنود. في الدقيقة الأولى من عمر المباراة يسجل للنادي الأهلي اللاعب كريم فؤاد من تمريرة عرضية أكثر من رائعة من اللاعب حسين الشحات، ثم يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي على طريقة ميسي. اللاعب أحمد عبد القادر يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي بطريقة أكثر من رائعة وبمهارة عالية، ويسجل الهدف الأول له في المباراة والثالث للنادي الأهلي اللاعب حسام حسن. قبل هدف حسام حسن يسجل الهدف الوحيد من يتسمنود من خطأ شخصي اللاعب محمد خالد، ويضيف للنادي الأهلي الهدف الثالث اللاعب حسام حسن من متابعة جيدة. والهدف الرابع للنادي الأهلي عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر اللي ظهر النهاردة بشكل مميز، هدف فيه مهارة عالية. الهدف الخامس في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب محمود كهربا البديل بعد ما نزل بلحظات منذ نزوله، يضيف الهدف الخامس له أيضا بطريقة أكثر من رائعة، ويضيف الهدف السادس للنادي الأهلي والثاني له اللاعب حسام حسن من كرة عرضية عن طريق اللاعب كريم فؤاد النهاردة اللي أدى مباراة رائعة. ويختتم النادي الأهلي السباعية عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 86 من نهاية المباراة. 7-1 دي نتيجة المباراة الودية بين الأهلي ومنية سمنود. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع نجوم الأهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال. انتظرونا ولكن بعد الفاصل.